السلام عليكم أصدقائي. اليوم سوف أظهر لكم تطبيق رائع جدا للتحكم عن بعد لعديد من الأجهزة كجهاز تلفاز تي في أو سمارت تي في وجهاز مستقبل ريسبتور وجهاز مكيف الهواء وجهاز مستقبل متعدد الوظائف أو جهاز مشغل الميديا أو جهاز مشغل الأقراص أو جهاز مسلط الضوء وأجهزة أخرى. هذا التطبيق يسمى شور يونيفرسال ريموت. لنرى هذا التطبيق سنذهب إلى بلاي ستور ونكتب فقط اسم التطبيق شور فقط. هذا هو التطبيق، فقد قمت مسبقا بتثبيته، فهو تطبيق مجاني وسهل الاستعمال وسوف نحتاجه بكثرة في حياتنا اليومية. نفتح التطبيق نقوم بإضافة جهاز، نضغط على أد، نختار الخيار الأول، نضغط على نيكست. هذه هي لائحة الأجهزة المتاحة لك. هنا لدينا التلفاز، هنا لدينا المستقبل، هنا لدينا مكيف الهواء، مستقبل متعدد الوظائف، مشغل الميديا، مشغل الأقراص، مسلط الضوء، والتحكم الأوتوماتيكي للمنزل. سنختار في مثالنا هذا التلفاز. ثم نختار العلامة التجارية براند، لدينا هنا لائحة من العلامات التجارية أو نكتبها هنا. سأختار في مثالنا هذا سامسونج، نضغط على نيكست. ثم نتأكد من أن التحكم يتوافق مع الجهاز، نرفع مستوى الصوت أو إخفاضه، وأنا متأكد بأن جهازك سيتوافق مع هذا التحكم، وإن لم يكن فعليك إلا الضغط على نيكست ريموت حتى تجد التحكم المتوافق مع جهازك. وأنا متأكد 100% بأن في اللحظة الأولى ستجد بأن جهازك سيتوافق مع هذا التحكم. ثم تضغط على يس، ثم يمكنك وضع اسم للتحكم أو تضعه كما هو، ونضغط على فينيش. هذا هو التحكم لجهازك، فهو يتضمن عدة أزرار مختلفة. بنفس المراحل يمكنك إضافة أي جهاز تريد. قد أضفت مسبقا هنا مستقبل من علامة تجارية سامسات، هنا تلاحظون يا أصدقائي، هنا نفس المراحل نفس الأشياء. فهذا التطبيق فهو رائع جدا، فسوف نحتاجه بكثرة في حياتنا اليومية. آخر شيء أريد أن أظهره لكم وهو سنقوم بحذف أو تغيير اسم للتحكم. ما عليك إلا الضغط مطولا على التحكم، ثم تظهر لك هذه النافذة. ثم نقوم مثلا بحذف لهذا التحكم، ثم نضغط على ديليت. أشكركم أصدقائي على المتابعة، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك أو سبسكرايب أو تابوني في القناة.